اشرب سريعا نحس، طبعا نحس مهم جدا يوميا سواء نسوي السايس او تسوي انت، بس انا بتكلم بشيء اللي سوينا عادة قبل الشغل، حس بسيط فقط المعرفة والغبار، ثم عقب ما ارجع غسل الحصان. لكن في نقطة مهمة جدا هي قبل الركوب وبعد الركوب، لا تحس الحصان حس كامل المحس الحديد، انا احس البروش عادي، البرش هذا العادي اللي حق الغبار، وبرضه هذا عشان امسح البقايا الغبار فيه، لكن المحس الحديد العادية او الجلد ما افضل اني احس الحصان فيها قبل او بعد الشغل، لانه بيعرق، واذا عرق الحصان بعد الحس او حسيته بعد العرق يحر جلده، ممكن يتاثر جلده. الحس الكامل بالمحس الحديد والجلد يفضل يكون الصباح اذا كان الحصان يشتغل في العصر، او العكس العصر اذا كان يشتغل الحصان في الصباح. اما حس كامل قبل او بعد الشغل والركوب انتبه منه، لانه ممكن يضر الحصان الحس بعد العرق او الحس قبل العرق. النقطه الثانيه قبل الركوب مهمه جدا هي المنقاش، تنظيف الحافر بالمنقاش، خاصه اذا الحصان كان بايك او غيره، يكون الحافر مليان انشاره ونجاره، هذا يخلي الحصى اثناء الركوب يعلق فيه، فقد تحقر انت المنقاش، لكن تنظيف المنقاش قبل الشغل قد يعني يقي الحافر من اصابات قويه جدا، انه علقت حصات او شيء ممكن تعور الحصان في حافره، ممكن تخليه يمشي مشي معين عشان ما يعور حافره، يقوم يعور رمانته وتره، يعني عشان ما يعور الحافر يحمل على الوتر يقوم يعور الوتره والرمانه، فقد تحقرها، لكنها مهمه جدا. فمنقاش لتنظيف الحافر، البروش او البرش لتنظيف الغبار، الحديد هذه لمسح بقايا الغبار فيها. انا اشرح كيف، طبعا هذا اتكلم عن الحس السريع قبل الشغل فقط. اول نقطة احب اسويها عقب ما امسك الحصان، سواء بايك بدوك صغير او حصان ما يتحرك واجد، لكن طبعا واثق فيه تعرفه معرفة تامة، احب اطق يده، خاصة الخيل كبيرة في السن، احب ارفع اليد وطقها بشكل هذا، لان كثير من الخيل يكون واقف طول اليوم يعني ما يتحرك واجد، ولما تجي تشغل الشغل قوي فرضا تكون العضلات جاهزة، خاصة انك مثل من النوع اللي تسخن واجد ممكن يتعور الحصان، لكن لو طقيت رجله وحركت مفاصله بدوك بالشكل هذا يكون على الاقل تحرك بشكل مطلوب قبل ما تركبه. كثير من الخيل ترى ما يتحرك بالشكل المطلوب بهدوء، حتى لو لعب يكون مريح مفاصله بشكل زايد. طبعا ممكن تسويها مع حصان منتبه واثق فيه او منتبه على ما قالوا عارفه. هذا اذا كنت كاسب الحصان، تعرف ثقه الحصان التخويف، وش 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 تذكر الحصان مدى الثقه وغيره، وتاكد كان في احد خرب شغلك او حاسس حصان لك وش 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 المقوى تخويها ليه. وبعدها تربط الحصان ثم اوضح نقاط له. نجي عن المنقاش، زي ما قلت تنظيف باطن الحافر او الحافر من جوا يعني بالمنقاش ثم بالبروش، خاصة اللي يجيك حافرة عميقة، هذا ميزة طبعا الحافر العميق ميزة عشان ما يجي حفر، لكن مشكلة الحافر العميق يعالج فيه التراب والحصى وانشاره بشكل سريع، رابط نظفه قبل الشغل بشكل زايد عن الخيل الاخرى. زي ما قلت حكر بعض الامور ممكن تكون مفيده جدا، خاصه الخيل الشغل شو قوي او الشغل في ارضيات سيئه. مهم طبعا هذا كله الحصان، اذا كان الحصان واثق فيك تاخذ راحتك بالشكل ورا وقدام، لو كان حصان مدرب بشكل خاطئ ممكن يعني يكون في خطوره انك تسوي الامور هذه الان البروش هذا لتنظيف الغبار، البرش العادي اللي هو اللي. وهذه امسح فيها التراب بالشكل هذا، عقب ما تنظف الحصان تمسح التراب عشان ما تصير قاعد تنظف الحصان على وسخ، يعني عقب ما تمسح الوسخ مره مرتين، ها واحده اثنتين ثلاث، ها واحده اثنتين ثلاث، ها واحده اثنتين ثلاث، ها وهكذا، لانه اذا صار بس غبار وقاعد تكرر الغبار على الحصان قاعد توسخه ما تقدر تنظفه. طبعا انا اتكلم هنا عن الحس اللي انا اسويه شخصيا قبل الشغل، بسيط بس عن الغبار يعني، اما الحس الكامل ما
ما له دخل بالحف ذا، وزي ما قلت احب اسويه في وقت ما له دخل في ركوب الحصان. اذا كنت تشغل الحصان في العصر حس في الصباح، واذا كنت تحس تشغل الصباح حس في العصر، وهكذا. لان الحس كامل قبل العرق او بعد العرق سيضر بالجلد. انا اتكلم عن الحس، عن الغبار قبل الشغل فقط. النقطة الثانية ما احب اسويها في المعارف، معرفة الحصان دائما ركز على تمشيطها بالبروش وليس بالحديد، لان الحديد يقص لك الشعر، حتى الشعر حتى احرص على تنظيفه بالبروش. انا شخصيا افضل طبعا في زيوت اكيد لا شك، مثل خيل جمال وغيره يبغى له زيوت وغيره، بس يعني يتكلم بشكل عام خيل عادية، لاحظت ان المعسة الحديد تتفق شعر الحصان بشكل سريع، البروش الى حد ما بس ينظفه. صح انه يمكن ما يخلي شعر ميت ما يشيله، بس اخليه احسن ما اني اقصه من الجذور واشيل شعر اخر. الا اذا كان بعض الناس يرى ان اصلا قص الذيل احلى، نقطه اخرى يعني زي برا اوروبا يرون قص الذيل مهم انه يرى يعني شكلين احلى، لكن انا شخصيا افضل انه يعني يكون طويل ويكون كثيف احسن، الحصان يعني يستفيد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلتم به مثلتم به مثلتم به، أعرافها أجفاؤها وأذنابها مذابها. يعني الذنب يذب فيه عن نفسه عن الذبان وغيره، والعرف يدف فيه. ومثلتم به مثلتم به مثلتم به، يعني أهنتوه اللي حصان اللي خصوه، سألهم وسويت فيه قالوا خصيناه، قال مثلتم به مثلتم به مثلتم به، أعرافها أجفاؤها وأذنابها مذابها. هذا في نقطة قبل شوي تكلم فيها موضوع الحصان الأحمر، كنت نظف الجرح وقلت إن الشيء الصعب إذا طلع بشكل سهل هذه الصعوبة بحد ذاتها، إنك تطلع الشيء الصعب بطريقة سهلة إن شاء الله مضبوط. لا أصرف معك نظف ذي الحصان ورا، ما في صعوبة أصرف معك، بس عاد تل الخيم درب الخطأ ما تثق فيك بالشكل هذا، مربوط حبل عادي بس على رقبته تركز، مو على الرشمة، الحبل على الرقبة فقط. وقلت نظف الحصان من ذيله وأخذ راحتي وأسوي شيء. طبعا يبدو سهل وهو بالفعل سهل انك تدرب الحصان بشكل صحيح، لكن لما كان الحصان درب بشكل خاطئ معي او مع غيري كسرك في حاله زي هذه يضربك. فتطليع الشيء الصعب بشكل سهل زي ما قلت قبل قليل هو الصعوبه بحد ذاتها او الصعوبه بعينها. انا قلت واحده اثنتين ثلاث، هذه من اهم النقاط عشان ما كنت وسط نظف الشعر على بعضه، لان اذا نظفت بدون ما تشيل الغبار لاحظ مع الوقت يبدا مو فقط الوسخ يزيد على الحصان، جلد الحصان يصير فيه حساسيه، لانك يعني قاعد تحكل مناطق على بعض ما تنظفها. زي ما قلت في امور تحقرها زي الشعر ذا كله، واني ما فرغته كان قادر ارجع على ظهر الحصان. هذا بيضره في الليل وغير لما يجي ينام يتقلب يتمرغ. ما خلصت فرغته، افرغ هذا الحديد نفسه، لانك لما ترجعها ما تكون مليانه شعر او مليانه. النقطه الاخيره ما ادري توضع ما في الكاميرا، بس انا شخصيا احب اسويها لما انظف وجه الحصان، عينه بالذات عيونه وخشمه، ما استعمل البروش والاشياء اللي كانت موجوده في الاسطبل، استعمل اشياء نظيفه اثق فيها، لانك ممكن الحصان يجي حساسيه منها. مثلا لما تنظف البروش بجسم الحصان او البرش اللي محسته ثم تمسح وجهه فيها، او نفس الخرقه او الفوطه اللي مسحت فيها جسمه تمسح وجهه فيها يجي حساسيه. فدائما احرص منديل صغير جيبك نظف فيه عين الحصان بالذات، ما علي من الباقي بالذات العين، احرص على منديل انه حساسه. مع ان الخيل في البوتيك احسن من الخيل البوايك، خيل البوايك عاد بزياده، لان الخيل اللي في البايكه كتمه جو حار تكون وضعها اكثر يعني عرضه للمرض وغيره، لكن الخيل في البوديك تطقها الشمس، معنا تبدو شكليا وسخه غبار، لكن من ناحيه الامراض ما الامراض اقل عرضه للامراض ان الشمس ضربتها ضرب. لكن الحصان اللي قاعد في البايك لا الجو زين ولا في شمس على الاقل تنظف الامراض وغيرها. بدوك الضريبه وسخ غبار شكليا لكن نظافه. طبعا عقب الشغل جميع الاشياء اللي سويتها ما اسويها بعد الشغل، عقب الشغل اروش ترويش كامل
اذا كان الجو زين او بس فقط ابرد على الاوتار والوجه والصفاق اذا كان الجو بارد. والله انا بالصواب.